آلة كهربائية لتقطيع الأحجار وصقلها. نضع الماء في المكان المخصص ثم نأخذ الحجر الذي نريد صقله أو تقطيعه ونقوم بحك إلصاقه بالسكين الدائري.
حجارة صلبة جدا. لا أدري ما نوع هذا الحجر، تقينا شيئا ما، وصلبة وشفافة، صلبة جدا جدا، تشتعل النار عند الاحتكاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو آخر بإذن الله. تحية. بريكولاج بريكول حتى لا يتطير الماء. السلام عليكم.